الأوضاع ولات مزرية مفرد، نقول لك الصراحة، الأوضاع ولات مزرية اقتصادية، سيما الاقتصادية، الناس وصلت لهم العظم. ما معنى وصلت العظم؟ وهو أن بنادم ولا كيحير في الخبز. يعني وصل والصلات مدينة الناظور اللي كانت معروفة، مدينة الناظور بلاد ديال الفلوس وبلاد ديال الخير وبلاد ديال ما نعرف، هذه هي البلاد اللي كانت اللي كان فيها بنادم كتقول له شي صريف كيجبد 50 درهم المينيموم ولا 2000 فرانك، كيقول لك اما دابا لا، دابا خويا الاوضاع تبدلات، وحتى ذاك الجميله كما قلتي انتيا اللي كان الاسره كتقدها ما بقاتش مون فرير، وكل شيء زاد وكل شيء. فكنطلبوا من رئيس الحكومه باسكو هو المسؤول الاول، رئيس الحكومه هذاك السي عبد العزيز اخ النوش كل احترام، يراجع شي شويه الوضعيه ويحاولوا على هاد الناس.